سابقا بالمحاضرة اللي شرحناها بالورقة والقلم تكلمنا حول الاحتماليات، فقلنا انه عندنا الدايجستد بي سي ار خليناه بتيست تيوب مع الدايجستد بلازميد خليناه ايضا بتيست تيوب، وبعد ذلك مزجناهن سوية وضفنا لهن لايجيز، وقلنا بالنتيجة النهائية عندي احتماليات راح تنتج. الاحتمال الاول انه الجين بعض الجينات راح تلتصق ويا البلازميدات وراح يعطيني كوركت بلازميد زين، وبعض الاحيان لا، قلنا البلازميد راح يلتصق بنفسه مره ثانيه ويكون فارغ يعني ما يكون حاوي على الجين، وقلنا انه بعض الاحيان لا البلازميد راح يظل مفتوح، اذا هذا الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع انه البلازميد راح يرتبط، الجين راح يرتبط بالبلازميد بشكل خاطئ زين، بشكل خاطئ زين، هذا ايضا احتمال. وبعض الاحيان انه قطع الجين هنا الزود، فعندي خمس احتمالات زين. الان نشرع بشرح المحاضره ومن هذه النقطه. الان عندي هذه المحاضره، المحاضره طبعا مكونه من عفوا مو من ثمان صفحات، من تسع صفحات زين. والمطالبين بحضراتكم هو الثلاث صفحات الاولى فقط، اما باقي الصفحات فهي مجرد رسوم. The ligation mixture may contain, in addition to the desired recombinant molecules, any number of the following. يعني إنه هذا ligation mixture اللي تكلمنا عنه قد يحوي بالإضافة إلى desired recombinant molecules يعني جزيئة الـ DNA المرغوب بها، يعني جزيئة البلازميد اللي يحاوي على الجين والجين ملتصق بشكل صحيح. يحوي على من؟ يحوي على التالي: يحوي unligated vector، قلنا vector مفتوح، أو unligated DNA fragment يعني فقط جينات زين، او يكون عاده الفيكتور التصق بنفسه سميناه سيلف ليجيتد زين، او يكون انه الجين اندمج ويا البلازميد بشكل غير صحيح. طيب هذا وين نلقى هذا الشرح؟ نروح على فيجر 5.2 ونشوف الاحتماليات اللي تنتج بالتيست تيوب. فعندنا هنا الان هذه هي الاحتماليات. اول شيء انه البلازميد مو احنا هضمناه وهضمنا الجين منه ومنه يعني بالاكزو انزايم، فعندنا اول احتمال انه البلازميد اندمج بنفسه زين، او عندنا الجين اندمج ويا البلازميد بشكل صحيح فسميناه ديزاير يعني مرغوب بي، او عندي الجين ركب بشكل بالمعكوس زين فسميناه رونج يعني خاطئ، او عندي بلازميد مفتوح او عندي جين محطوط زين. الخطوه اللاحقه الان عندي الخطوه اللاحقه بعد ما سويت عمليه الميكستشر، هاي التيوب هنا زين، هاي التيوب امزجها مباشره مع كل هاي الاحتماليات زين، ويا من؟ ويا الخليه البكتيريه، بعمليه نسميها الترانسفورميشن. فالبلازميدات راح تطب بداخل الخليه البكتيريه المفروض زين. سؤال: الان اني بعض الخلايا البكتيريه راح تكون حاويه على كوركت بلازميد، بعضها تكون حاويه على سيلف ليجيتد بلازميد، بعضها يكون حاوي على انكوركت بلازميد، فأنا لما أجي أزرع الخلايا البكتيرية راح أزرعها عليها من على طبق، وراح تطلع لي بها مستعمرات مفردة زين. كل مستعمرة تكون حاوية على بلازميد، بس طبعا الخلية البكتيرية بكل مستعمرة ما تكون حاوية على أكثر من احتمال. يعني مثلا الطبق الآن بعد ما مزجت هذا التيوب مع البكتيريا وعيفها فترة تحضين، اخذ الدور هذا التيوب اللي يكون حاوي على الخلايا مع هذا المكسشر ازرع على طبق. لما ازرع على طبق راح تطلع لي مستعمرات، كل مستعمره تكون حاويه على شكل مستعمره حاويه على بلازميد بجين صحيح، يعني صار عمليه التصاق بشكل صحيح. مستعمره حاويه على بلازميد مثلا ملتصق بنفسه يسموه سيلف ليجيتد يعني فارغ بلازميد ما بي جين، مستعمره حاويه على بلازميد رونج جين التصق بشكل غير صحيح. زين السؤال: كيف راح اميز يا مستعمره بيها الريكومبوننت دي ان اي مولكيولز اللي انا اريدها اللي هي ملتصق بشكل صحيح حتى استخدمها بعمليه انتاج بروتين؟ لانه المستعمره اللي بيها مثلا سيلف ليجيتد زين ما راح تفيدني، ما بيها الجين اصلا، هي الجين فارغ. فبالتالي هاي المستعمره لما انميها واحفزها حتى تنتج لي البروتين اللي اندمج ما راح تعطيني بروتين، ما راح تعطيني جروث هرمون او الانسولين حسب الجين اللي انا مستخدمه زين. فاحنا بهاي المحاضره راح نتكلم عن هذا الشيء. خلينا نرجع للمحاضره ونشوف. فعندي انا هاي الاحتماليات الثلاثه بالنسبه لهذا البلازميد، يعني بالاحتمال انه
إذا كانت الخلية البكتيرية حاوية على بلازميد مفتوح أو جين مفتوح، عادة هذا ما يسبب لي مشكلة. ليش ما يسبب لي مشكلة؟ لأنه الخلايا إذا دخل لها بلازميد مفتوح راح تكون مش تحطمة. بس المشكلة وين تكمن؟ إنه إذا حاوي على السيلف ليجيتد أو جين أو رونج، شلون راح أميزهن؟ ما هن كلهن راح ينمن، زين؟ شلون راح أميزهن؟ هذا هو السؤال المهم. خلينا نرجع للصفحة الأولى ونشوف إيش مكتوب. يقول unligated molecules rarely cause a problem، يعني الجزيئات المفتوحة، يعني البلازميد المفتوح أو قطعة الجين المفتوحة، زين، عادة ما نادرا ما تسبب لي، نادرا ما تسبب لي مشاكل. وحتى لو دخلت بالبكتيريا، يعني even though they may be taken by bacteria، يعني ربما تأخذها الخلية البكتيرية، بس هذا في حالات نادرة exceptional circumstances، يعني ظروف نادرة، ظروف استثنائية، يعني نسبة جدا قليلة، خلينا نقول 1% قد ربما الخلية البكتيرية تأخذ البلازميد المفتوح وتنمو، حالات جدا نادرة. زين؟ It is much more likely، يعني من المحتمل بشكل كبير جدا إنه البكتيريا تكون حاوية على إنزيمات، وهذه الإنزيمات تكسر لي قطعة الـ unligated molecules اللي دخلت للبكتيريا. بس المشكلة وين تكمن؟ بالسيلف ليجيتد فيكتور، الفيكتور اللي أنا هضمته وبعد عملية الهضم رجع على نفسه، زين، أو البلازميد اللي حاوى اليمن على الجين بشكل غير صحيح، يعني بالمقلوب incorrect recombinant plasmid، زين نسميه، are more important because they are replicate، يعني بكونه هو بلازميد، they are replicate، البلازميد راح يضاعف داخل الخلية البكتيرية just as efficient as the desired molecule، بالضبط مثل من؟ مثل الخلية البكتيرية اللي تكون حاوي على البلازميد اللي حاوي على الجين ماتي. However، مع ذلك purification of the desired molecule can still be achieved through cloning because it's extremely unusual for any one cell to take up more than one DNA molecules. يقول مع ذلك، يعني على الرغم من انه الطبق اللي انا زرعته وطلعت لي به مستعمرات، كل مستعمرة تكون حاوية على نوع خاص من الجينات، يعني نوع من البلازميدات، يعني مثل ما قلنا قد تكون مستعمرة حاوية على اليمن على بلازميد صحيح حاوي على الجين راكب بشكل صحيح، يعني recombinant DNA molecules صحيح ما بيها مشكلة، أو مستعمرة ثانية بصفها نامية تكون حاوية على اليمن على بلازميد مفتوح، العفو بلازميد سيلف ليجيتد، يعني ملتصق بنفسه فارغ ما بي بالجين، او مستعمره ثالثه تكون حاويه على اليمن على رونج انسيرتد مولكيولز، يعني الجين ركب بشكل خاطئ. بالتالي كل مستعمره تكون حاويه على نوع معين، بس ما عندي مستعمره بكتيريه تكون حاويه على كلهن، لا ما يصير، زين، او مستعمره بكتيريه حاويه على اثنين او نوع، لازم كل مستعمره بكتيريه هي راح تحوي على بلازميد خاص بها. زين، each cell راح تنتج لي كولوني، يعني بمعنى انه البلازميد لما دخل المستعمره، لما انا انميها، العفو البلازميد لما انا دخلته بداخل الخليه البكتيريه، لما انا انمي البكتيريا راح الخليه تعطيني مستعمره، فبالتالي ما عندي مشكله. So each of the resulting colonies consist of cells that all contain the same molecules. Same molecules يعني نفس جزيئة الفيكتور، يا أما فيكتور صحيح يا أما فيكتور خاطئ يا أما فيكتور خالي ما بيجين. Of course different colonies contain different molecules، يعني المستعمرات المختلفة راح تحوى على، زين، هذا الكلام كله هو نفس الكلام، مجرد أنه دا يعاد بطريقة وصياغة مختلفة. Some contain the desired recombinant molecules مثل ما كنا. Some have different recombinant molecules، بعضها تكون تحوى على مختلفة. Some contain self-ligated factor وهكذا. The problem therefore become a question of identifying the colonies that contain the correct recombinant plasmid. يقول إنه المشكلة اللي نتجت على هذا السبيل، زين، تصبح سؤال هو إنه كيف نميز المستعمرة اللي حاوية على البلازميد اللي حاوية على الجين الملتصق بشكل صحيح.
شلون نميز المستعمر اللي يحاوي على الريكومبوننت دي ان اي مولكيولز زين بالنسبه للجزيئات الاخرى؟ يعني شلون اني اميز المستعمره اللي اني اريدها اللي حاويت لي على البلازميد اللي ملتصق به الجين بشكل صحيح عن المستعمره الثانيه اللي حاويه مثلا على بس السيل بلايجيت، عن المستعمره الثالثه اللي حاويه على الرونج انسيرت دي ان اي فراجمنت؟ شلون اني راح اميزه؟ زين احنا راح نتكلم بهذه المحاضره عن هذه العمليه. قبل ما نتكلم خلينا نتكلم عن شيء اسمه الترانسفورميشن. الترانسفورميشن هي عملية إدخال البلازميد إلى داخل الخلية البكتيرية. يعني أنا مو سويت ميكسشار، مو دمجت الإنسيرت اللي هو الجين المهضوم ويا من ويا البلازميد اللي أنا هضمته، وبعد ذلك أضفت T4 ليجيز زين حتى يصير عندي ريكومبوننت دي إن إيه مولكيولز. هذا الميكسشار شلون أدخله للبكتيريا؟ خلينا نشوف. Most species of bacteria are able to take up DNA molecules from the media in which they grow. يعني معظم أنواع البكتيريا تكون قادرة على أخذ جزيئات الـ DNA اللي موجودة بالمحيط مالتها اللي تنمو به البكتيريا. Often في الغالب DNA molecules taken up in this way will be degraded. بالنسبة للـ DNA molecules، بالنسبة إذا كان الـ DNA اللي خذته البكتيريا مو بلازميد عادة تهضمه. ما طول تشوفه لينير DNA تكون شو تهضمه. زين راسا تحطمه degraded معناها تحطمه تحلل الى اخره. But occasionally يعني نادر ما بعض الاحيان it is able to survive and replicate in the host cells. بعض الاحيان انه الخلية تكون قادرة على النمو وتتضاعف وتاخذ هذه الجزيئة. In particular this happen يعني بشكل خاص هذا يحدث if the DNA molecules is a plasmid. إذا كانت الخلية البكتيرية خذت البلازميد زين، الخلية البكتيرية تستطيع أنه تنمو وتستطيع أنه تضاعف البلازميد. يعني ما طول البلازميد دائرة الخلية البكتيرية تقدر تأخذه. زين In nature بالطبيعة A transformation is probably not a major process by which bacteria obtain genetic information. بالطبيعة عادة نادر ما البكتيريا يعني in nature يعني في الطبيعة transformation هاي العملية اللي هي دخول البلازميد إلى داخل البكتيريا نسميها transformation. In nature في الطبيعة عملية الـ transformation is probably من المحتمل not a major process مو فد عملية أساسية بحيث البكتيريا تحصل الـ DNA من المحيط. البلازميد ما موجود مقطوف بالحشيش وبالأغذية، ماكو بلازميد موجود بالأغذية وبالحشيش وإلى آخره، فبالتالي عملية الترانسفورميشن نادر ما تحدث بالطبيعة، دائما ما تحدث وين؟ بالمختبر، إحنا نفتعلها، إحنا نجيب بلازميد ونخليه على سطح الخلية البكتيرية ونخلي البكتيريا تأخذ البلازميد. Transformation is discovered in the early 1970s، يعني اكتشفوا هاي العملية بعام 1970. إذا أكو اسم معناها السبعينيات. يعني سبعينيات القرن الماضي، يعني ربما 71 72 73 خاف تشوفون هاي الاس وما تعرفون شنو معناها. It was observed انه تم ملاحظة that E. coli cells خلايا الاي كولاي، اذا هذه خلايا الاي كولاي غمسوها soaked معناها غمست in an ice cold salt solution محلول يحوي على اليمن على salt يحوي على ملح، وهذا المحلول اللي يحوي على الملح ايس كولد مبرديه بالثلج. يعني شلون؟ يعني نجيب ابندروف تيوب ونخلي بيها محلول ملحي ونخليها بالثلج زين، وهذا المحلول الملحي نخلي بيه راسا بكتيريا ونخلي بيه شنو؟ بلازميد. اذا كانت مغموسه الخلايا البكتيريه بهذا المحلول الملحي تكون لها الكفاءه عليمن على اخذ الدي ان اي أكثر من الخلايا اللي ما مغموسة بالمحلول الملحي. يعني لقوا بالمختبر عن طريق التجارب إنه الخلية البكتيرية إذا غمست بمحلول حاوي على ملح وهذا المحلول موجود بالثلج أو مبرد بالثلج، الخلية البكتيرية عادة تأخذ هذا البلازميد. السوليوشن زين هذا الملح شنو هو؟ السوليوشن مكون من ملح كالسيوم كلورايد اللي هو CaCl2 is traditionally used يعني غالبا ما نستخدمه. Other salt
املاح اخرى على سبيل المثال ماده يسموها رابيديوم كلورايد ار اولسو افكتيف، هم ماده جيده ما تقدر استخدمها. Exactly why this treatment work is not understood. شلون تحدث هاي العملية بالضبط؟ ليش الخلية البكتيرية لما خاف واحد يسألني يقول يابا ليش الخلية البكتيرية لما نخليها بمحلول ملحي حاوى على كالسيوم كلورايد أو حاوى على مادة الرابيديوم كلورايد ونخليها بالثلج ونعيفها فترة معينة زين الخلية البكتيرية تأخذ البلازميد؟ ليش هاي العملية تحدث؟ ما مفهومة الآلية، ما مفهومة بالضبط، بالضبط الآلية ما مفهومة. Possibly من المحتمل أنه الكالسيوم كلورايد causes the DNA to precipitate on the outside of the cells. من المحتمل أنه الكالسيوم كلورايد أو الرابيديوم أو الرابيديوم كلورايد زين يخلي الـ DNA يترسب على سطح الخلية البكتيرية. يعني إحنا مو قلنا التيست تيوب إذا خالين بها خلية بكتيرية وخالين بها مادة ملح الكالسيوم كلورايد وذن كل الموجودات بسوليوشن، يعني هذا كله بسوليوشن وخليها بالثلج، عادة مادة الكالسيوم كلورايد أو مادة الرابيديوم كلورايد تسبب الـ DNA إنه تخليه يترسب وين؟ على سطح الخلية البكتيرية، على سطح الخلية الخارجية البكتيرية. هذا 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 possibly، هذا من المحتمل. Perhaps the salt is responsible for some kind change in the cell wall that improve DNA binding. من المحتمل perhaps يعني ربما إنه السولت يعني هذا الملح اللي هو الكالسيوم كلورايد أو الرابيديوم كلورايد is responsible يكون مسؤول for some kind of change in the cell wall، يغير لي تركيب السيل وول مات الخلية بحيث لما يغير لي التركيب مات السيل وول يخليها improve DNA binding، يزيد من احتمالية ارتباط DNA وين؟ بال 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 بالسطح الخارجي للبكتيريا. يعني كل ما في الأمر إنه الملح يسبب لي عملية ترسب ويزيد لي من عملية ارتباط البلازميد وين؟ بالسطح الخارجي لمن؟ للخلية البكتيرية. يعني هو ما يدخلها، ما يدخلها داخل الخلية البكتيرية، وإنما مجرد إنه يرسب الـ DNA على يمن على السطح الخارجي للخلية البكتيرية. ننتقل إلى الصفحة الثانية. In any case يعني في معظم الحالات أو في حالة ما زين soaking in soaking معناها تغميس soaking in CaCl2 affect only DNA binding، يعني الكالسيوم كلورايد او الرابيديوم كلورايد يأثر لي فقط على عملية ارتباط الـ DNA وين؟ بسطح الخلية and not actual uptake in the cells، يعني ما يأثر لي على عملية انه الخلية تاخذ الخلية البكتيرية. اذا الان اذا جبت لك الكالسيوم كلورايد او الرابيديوم كلورايد يأثر ويخلي لك الخلية البكتيرية تأخذ البلازميد، صح لو غلط تكتب لي خطأ. ليش خطأ؟ لأنه الكالسيوم كلورايد وظيفته فقط أنه يخلي الـ DNA يترسب على اليمن على السطح الخارجي الخلية البكتيرية. The actual movement عملية حركة الـ DNA إلى داخل الـ competent cells، يعني الخلية اللي مستعدة لأخذ البلازميد competent معناها خلية مستعدة لأخذ البلازميد is stimulated by briefly raising the temperature to 42 سيليزي 42 سيليزي. طيب شو أنت بقولي؟ إحنا الآن الخلية البكتيرية مزجناها ويا من؟ ويا بلازميد بعد عملية الليجيشن. وين خليناها؟ خليناها بالثلج وبعد المحلول يكون حاوى على ملح. الملح هذا الرابيديوم كلورايد أو الكالسيوم كلورايد كل ما في الأمر سبب لي ترسب جزيئة الـ DNA على السطح الخارجي لمن؟ للخلية البكتيرية. طيب شلون أخلي الخلية البكتيرية تدخل البلازميد إلى داخل الخلية البكتيرية؟ كل ما في الأمر إنه أشيل هاي التيست تيوب اللي أنا خالها بالثلج زين ومباشرة أنقلها إلى باثروم، يعني حوض درجة حرارة الماي بي زين 42 سيليزي. هاي عملية تغيير درجة الحرارة من برودة إلى درجة حرارة عالية اللي هي 42، يعني من الصفر إلى 42، شو السبب لي؟ راح تغير لي الغلاف، تغير لي بتركيب الغلاف الخارجي بحيث كأنه الغلاف شلون اللي يتمدد زين بهاي اللحظة اللي يتمدد بها الغلاف البلازميد المترسب على السطح الخارجي ينزلق ويدخل مباشرة وين؟ إلى داخل الخلية زين.
فناش يقول، يقول انه عمليه دخول البلازميد او عمليه دخول الدي ان اي، يعني هو البلازميد اللي يقصد به، الى داخل الخليه الكومبتنت سيلز، الخليه اللي مستعده، الخليه اللي مغمسيها احنا بالايس كولد نسميها كومبتنت سيلز، is stimulated تحفز rising temperature to 42 سيلزي بواسطة رفع درجة الحرارة إلى 42. Again مرة ثانية the exact reason why this heat shock is effective is not understood. ليش هاي العملية تأثر غير مفهومة، ولكن اعتقد أنه تسبب عملية شنو تمدد بالغشاء الخارجي، ولكن هذا اعتقاد. The transformation of competent cells is an efficient procedure. هي عملية، هي عملية transformation، عملية جدا سهلة. أدخلها بالآيس كولد وبعدين أدخلها بدرجة حرارة 42، عملية جدا سهلة. However, careful, the cells have been prepared. لازم نحضر الخلية بشكل وعناية فائقة، لازم نهتم بالعملية. The uptake of plasma represents only 0.01%. يعني ما يتوقع كل البلازميدات راح تدخل للداخل الخلية البكتيرية، فقط اللي يدخل من البلازميدات اللي موجودة داخل يعني على السطح الخارجي قد عدي أو 1% من هاي البلازميدات اللي موجودة على السطح الخارجي هو اللي يدخل. يعني معناها عدي الآن إذا عدي 10,000 قطعة بلازميد موجودة على سطح الخلية البكتيرية البكتيرية بأثناء عملية تغيير درجة الحرارة بلازميد واحد فقط يدخل. شلون أنا راح أشبه الكيمياء؟ شلون السبير مات تدخل للبيضة، للبيضة يعني السبير مات الرجل وتدخل إلى داخل البيضة، هناك ملايين موجودة في السائل المنوي مات الرجل، فقط نطفة واحدة هي اللي تدخل المن إلى داخل البيضة، وبمجرد ما تدخل هاي النطفة إلى داخل البيضة راح ينغلق الغشاء الخارجي، وبعد ماكو أي نطفة تدخل. في حالات نادرة جدا، حالات روتين ربما يدخل متأخر. جبت خلايا، يعني بهاي الخطوة السابقة هنا محضرنا هذا ميكسشر. أول شيء هذا الميكسشر هذا هنا العفو هذا اللي هو حاوي على الدايجست بلازميد ودايجست بي سي ار، زين هذا مجرد هذا هنا الميكسشر أمزج ويا من ويا تيست تيوب حاوي على خلية بكتير خلايا بكتيرية، وبعد ذلك لما أمزجه زين أدخله بالثلج، يعني هذه التيوبة أمزجها ويا تيست تيوب حاوية على خلايا بكتيرية سائلة، زين خالها ببفر مئات الآلاف من الخلايا، وبعد ذلك أدخلها بداخل الثلج، وبعد ذلك من داخل الثلج أدخلها بيمن بالباثروم حتى أدخل البلازميد المن إلى داخل الخلية البكتيرية. السؤال هو الآن، مو كل الخلايا البكتيرية قد أخذت البلازميد، أكو يعني كثير من الخلايا البكتيرية الآن ما أخذت البلازميد، بعضها أخذت بلازميدات بعضها ما أخذت بلازميدات. زين شلون أنا راح أميز الخلايا البكتيرية اللي أخذت بلازميدات عن الخلايا البكتيرية اللي ما أخذت بلازميدات؟ أكو هواي خلايا بكتيرية ما طبلها البلازميد، شلون راح أميز يا خلية بكتيرية دخلها بلازميد يا خلية بكتيرية ما دخلها بلازميد؟ ليش؟ لأنه أنا لما دا أستخدم تيست تيوب، تيست تيوب هذا حاول على خلايا هواي، أنا ما دا أتعامل ويا خلية واحدة، دا أتعامل ويا مستعمرات، زين؟ فشلون أميز الخلية البكتيرية اللي دخلها البلازميد عن الخلية البكتيرية اللي ما دخلها البلازميد؟ برأيكم شلون تتم هذه العملية؟ هذه العملية حتى نميزها خلينا نروح المن إلى البلازميد نفسه.
البلازميد قلنا من أهم الصفات المميزة إله إنه يكون حاوي على شنو؟ على جين مقاوم للمضادات الحيوية. زين؟ زين البلازميد نفسه يكون حاوي على جين مقاوم للمضادات الحيوية. فبالتالي إذا البلازميد دخل إلى خلية البكتيريا بعض الخلايا البكتيرية وما دخل إلى بعض الخلايا البكتيرية، أنا البلازميد اللي مستخدمة أعرفه، مثلا على سبيل المثال البلازميد أدري بهذا البلازميد اللي مستخدمة يكون حاوي على جين مقاوم للمضاد الحيوي اللي هو الأمبسيلين. زين يكون حاوي على مضاد الحيوي اللي هو الأمبسيلين أو التتراسايكلين، أو بعض البلازميدات تكون حاوي على مضادين حيويين أمبسيلين وتتراسايكلين، بعضها تكون حاوي على أكثر. شايفين أنتوا بعض الأحيان لما ننمي الخلايا البكتيرية نقول هاي المقاومة لفلان أنتيبايتيك، هاي المقاومة لفلان أنتيبايتيك، نعدد فد 4-5 مقاومات. فبالتالي أنا على سبيل المثال أعرف هذا البلازميد حاوي على جين مقاومة للمضاد الحيوي. كل ما في الأمر بعد ما مزجت الخلايا البكتيرية ويا المزيج مات البلازميد أقدر أميز يا بخلية نمت يا خلية العفو دخل لها بلازميد عن يا خلية ما دخل بلازميد، بمجرد انه اخذ الخلايا انميها على طبق، هذا الطبق يكون حاوي على مضاد حيوي مثلا حاوي على تتراسايكلين، ففقط الخلايا اللي داخلها البلازميد راح تنمو. ليش؟ لان الخلايا اللي ما داخلها البلازميد تكون غير مقاومه للمضاد الحيوي، لانه المضاد الحيوي يكون الجين اللي مسؤول عن المقاومه موجود فقط بالبلازميد. فشكو خليه ما دخل لها بلازميد راح تخلص من عندها بهاي الحاله، انه ما راح تنمو لي بمن بالطبق. فهنا أنا شو يقول this fact that زين the last fact، يعني إنه حقيقة إنه فقط بلازميدات قليلة تدخل داخل البكتيريا means that some way must be found، لازم أكو طريقة معينة to distinguish حتى أميز cells الخلايا that has taken up plasmid اللي خذت البلازميد from the many thousands من آلاف من الخلايا that haven't been transformed اللي ما دخل البلازميد. زين شنو هاي الطريقة؟ طريقة المضاد الحيوي اللي شرحتها الآن راح نتكلم عنها. Uptake and stable retention، يعني عملية أخذ. Uptake معناها أخذ، and stable retention، retention معناها الاحتفاظ بالبلازميد، لأنه يعني بعض الأحيان الخلية البكتيرية وربما تأخذ البلازميد وربما تلفظه، فلازم إنه تأخذه وتحتفظ به وتكاثره مات. Stable retention معناها الاحتفاظ of plasmid is usually detected by looking for expression of the gene carried by the plasmid، يعني يتم النظر المن إلى عملية التعبير الجيني. بس هذا إذا ما فهمتوا expression of the gene carried by the plasmid أوكي تركتركم، بس اللي أقصده شنو هو إنه يصير عملية expression. Expression معناها تحول الجين إلى بروتين. For example E. coli cells، خلايا الإي كولاي are normally sensitive to the growth inhibitory effect of the antibiotic ampicillin and tetracycline. الإي كولاي اللي موجودة بالطبيعة واللي موجودة بأمعائنا واللي هي صديقة للبيئة واللي هي normal flora، زين عادة كل هاي الإي كولاي تكون حساسة لمن؟ للأمبسيلين والتتراسايكلين. however مع ذلك الخلايا اللي تكون حاوية على البلازميد، هذا البلازميد نسميه PPR322، هذا البلازميد هو اللي نستخدمه بعملية الكلونة، نوع من أنواع البلازميدات نسميه بهذا الاسم PPR. زين هذا البلازميد عادة نستخدمه بعملية الكلونة، نلصق به الجين مالتنا. إذا كانت البكتيريا حاوية على هذا البلازميد تكون عادة مقاومة إلمن للأمبسيلين وللتتراسايكلين. ليش تكون مقاومة؟ This is because هذا البلازميد اللي سميناه PPR322 يحوي على جينين، واحد من الجينات يشفر لنا شيء يسموه بيتا لاكتاميز انزيم ذات موديفايد امبسيلين تو ذا فورم اوف نون توكسيك تو ذا بكتيريا. زين احنا كل نعرف انه كل جين ينتج بروتين، فالجين المقاوم المن للامبسيلين نسميه بيتا لاكتاميز. فالبكتيريا تكون حاوية على شنو؟ على جين مقاوم المن للأمبسيلين يسموه جين مقاومة الأمبسيلين. هذا الجين ينتج لي بروتين، البروتين نسميه بيتا لاكتاميز. البيتا لاكتاميز
لما البكتيريا تنتج عن طريق الجين اللي موجود بالبلازميد راح يكسر لي الامبيسيلين ويحوله الى شكل غير ضار للبكتيريا. فبالتالي اذا انا عندي بكتيريا نميتها على وسط حاوي على امبيسيلين، وهاي البكتيريا حاوية على بلازميد، وهذا البلازميد حاوى على جين مقاومة للمضاد الحيوي للأمبسيلين، الجين بالبلازميد راح يتحول عن طريق الترانسكريبشن ويحول عن طريق الترانسليشن إلى بروتين. هذا البروتين نسميه بيتا لاكتاميز إنزيم. هذا البيتا لاكتاميز إنزيم يكسر للأمبسيلين، بالتالي آن البكتيريا اللي حاوية على بلازميد تقدر تنمو على الأمبسيلين. زين؟ إذا ما مفهومة أنا مستعد أنه أشرحها مرة أخرى. زين، إذا هذا الإنزيم، العفو البلازميد اللي هو PPR2، زين، يكون حاوى على جين مقاومة للأمبسيلين بعد، ويكون حاوى على سكند جين. زين، هذه الجينات الثانية تكسر لي التتراسايكلين ديتوكسيفاي، يعني تزيل سمية التتراسايكلين. عملية إدخال البلازميد المن إلى داخل الخلايا، الخلية اللي أخذت البلازميد راح تكون أمبسيلين ريزيستنس تتراسايكلين ريزيستنس and able to form colonies on the agar media that contain أمبسيلين وتتراسايكلين. يعني الخلايا اللي أخذت هذا البلازميد، خلايا الإيكولاي اللي دخلنا لها هذا البلازميد، وهذا البلازميد إحنا طبعا شنو دخلنا له الجين مالتنا، إذا أخذت هذا البلازميد راح اقدر انميها على بليت ميديا، يعني على وسط اجار، يعني على طبق، وهذا الاجار اني خال بي ماده الامبسيلين والتتراسايكلين باودر. شلون الكبسوله احل امبسيلين واحل تتراسايكلين واخليه بالاجار واخضه وبعدين اصبه بي من بالوسط، فالوسط يكون حاوي على امبسيلين وتتراسايكلين. إذا الخلية البكتيرية صار لها ترانسفورميشن وأخذت هذا البلازميد راح تنمو، الخلايا الأخرى اللي ما أخذت هذا البلازميد ما راح تنمو. ليش ما راح تنمو؟ لأن ما بيها بلازميد، فبالتالي تكون غير مقاومة المن للمضاد الحيوي. زين، الخلايا اللي ما تقدر تنمو شو نسميها؟ نسميها أمبسيلين سنسيتيف اس، يعني حساسة تتراسايكلين سنسيتيف، فبالتالي دو نوت برودوس كولونيز، ما راح تنمو على يمن على السلكتيف ميديا، لكونه هاي الميديا خليها ان امبسيلين وتتراسايكلين صارت سلكتيف ميديا. وتعرفون شنو معنى سلكتيف ميديا؟ ترانسفورمز اند نون ترانسفورمز فور دلتا انتيتي. الترانسفورميشن. إذا سألتك سؤال قلت لك يا كيف تميز لي الخلايا اللي أخذت كيف تميز لي يعني بعد ما مزجت البلازميد ميكستشر هي الخلايا البكتيرية، كيف تميز لي الخلايا اللي أخذت البلازميد عن الخلايا اللي ما أخذت البلازميد؟ شلون تقدر تميزها؟ أحد قل لي يا أقدر أميزها عن طريق تنميتها بسيلكتيف ميديا تحوى على الأنتيبايوتيك الجين مالته اللي يقاوم، يعني لازم يحوى على الجين يقاوم الأنتيبايوتيك اللي أنا خاله بالميديا. فهنا تتم عملية التمييز عن طريق من؟ عن طريق سيلكتيف ميديا أكثر ولا أقل. نضع هنا في الجهة 5-6 ونشوف شو مرحبا. الآن أنا أدي هذا الكلام اللي تكلمنا عنه، الآن أدي هذا بلازميد، هذا بلازميد، هذا البلازميد يكون حاوى على جين مقاوم للأمبسيلين. طبعا شنو معنى جين مقاوم للأمبسيلين؟ يعني لو واحد يسأل الجين جين مقاوم، يعني معناه انه حاوى على جين، هذا الجين كل جين ينتج لنا بروتين، الجين هذا ينتج بروتين، البروتين يكسر ماده الامبسيلين،
فبالتالي البكتيريا إذا تكسر مادة الأندوسين الموجودة بالميديا تقدر تنمو. بس إذا البكتيريا غير قادرة على تكسير مادة الأندوسين الموجودة بالميديا، الأندوسين راح يأثر بها ويكون له تأثير سام ويقتلها. فبالتالي البكتيريا تكون حاوية على الجين، حاوي على من؟ على الأمبسيلين ريزيستنسين، وبعد أمبسيلين حاوي على التتراسايكلين، نوع من أنواع المضادات الحيوية يسموه التتراسايكلين. زين، شلون الأموكسيلين اللي ناخذه، الدول اللي ناخذه، شلون الأمبسيلين، شلون وهكذا. زين، فالبلازميد، وأضف إلى ذلك يعني في هاي الحالة البلازميد مالتي أخلي به الجين مالتي على سبيل المثال، نقول هذا الجين، هذا الجين الأنسولين، وهو أوريدي به أمبسيلين ريزيستنسين. Transformation. مجرد انه حبيت اوضح لكم اياه بشكل اوضح. Transformation. فيما يخص الترانسفورميشن، طبعا احنا ذكرنا الخطوات مالته مجرد حتى تكون الصورة جدا واضحة، هي كالتالي. كل ما في الامر احنا شعدنا سوين التالي، اخذنا تيوب ببلازميد، وهذا البلازميد مثل ما ذكرنا انه تم هضمه كليفد، يعني تم هضمه، يعني انا عندي بلازميد مفتوح. زين، زائدا تيوب اخر يحوى على سائل، يعني هذا ايضا هذا ليكويد، لانه احنا كل المحاليل مالتنا نحضرها بليكويد، سائل يعني تحوى على الجين مالتي، جين اوف انترست، يعني الجين اللي انا مهتم به. على سبيل المثال الانسولين، وهذا الجين مالتي مكثر عني بالبي سي ار مثل ما تتذكرون، وايضا هاضمه باكزو انزيمز، يعني كل هاي القطع مهضومه باكزو انزيمز. زين، وقلنا انه الاكزو انزيمز اللي نهضم به الاطراف اللي موجوده على جانبي الجين هي نفس الاكزو انزيمز اللي هضمت به البلازميد. مع ذلك امزج هذا مع هذا، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تيوب جديد شبيه بالبلازميد المقطوع، بلازميد اكرر المقطوع، زائدا شبيه بالجين مالتي اللي انا كثرته بالبي سي ار، زين، واللي ايضا مقطوع بالاطراف، زائدا اضيف له انزيم اللايجيز، اللايجيز انزيم لحم حتى يلحم لي الجين والبلازميد. اوكي، هنا بعد ما اضفت له اللايجيز وحضنته، طبعا لانه هذا انزيم فاحتاج احضنه الى فتره معينه، كل ما في الامر اللي اسويه هو شنو؟ انه اخذ هذا الميكستشر، هذا سميناه ميكستشر. زين، وأضيفه إلى تيوبة ثانية، طبعاً هاي التيوب كلها إبندروف، يعني كلها تيوبات صغار، حاوي عليها على بكتيريا الإيكولاي، راح أضيف هذا الميكستشر إلى البكتيريا. هذا الميكستشر شبيه، عندي احتماليات مثل ما تذكرون بالقليل شرحناها. عندنا الاحتمال الأول إنه البلازميد، زين، هذا كوركت، يعني الجين مالتي اندمج بشكل صحيح، وعدي البلازميد، خلينا نرمز له هيك، هذا ايضا جين انكوركت، يعني الجين ركب بشكل غير صحيح، وعدي احتمال انه السيلف لايجيت، رجع مره ثانيه البلازميد اندمج على نفسه. هذين الثلاث احتمالات موجوده الان عندي بهذا السائل، ما ادري، ما اعرف. كل ما في الامر انه انقل هذا الميكستشر من الى داخل الى بكتيريا الايكولاي اللي احنا نستخدمها بالهندسه الوراثيه. بعد ما مززجت الميكستشر على البكتيريا مالتي، الان انقل، اخذ فد مثلا على سبيل المثال 50 مايكروليتر مثلا بالبايبيت، زين، مجرد اخذ شويه 50 مايكروليتر من هذا المزيج اللي هو عباره عن بكتيريا وصارت وياها العفو، قبل ما اخذ 50 مايكروليتر اخذ هذه البكتيريا، قلنا وين ندخلها؟ ندخلها بحوض، وهذا الحوض بثلج ايس، زين، وبعد
ونضيف مادة الكالسيوم كلورايد زين CaCl2 أو مادة الربيديوم كلورايد هنا زين، يعني بعملية الترانسفورميشن حتى نخلي هاي البلازمينات تدخل داخل البكتيريا، وموجودة كل هذه طبعا الظروف في الثلج بالآيس. التيوبة مالتي هاي كل شغلي موجود بالآيس، والبكتيريا مالتي أنا محضرها سابقا كلها بالآيس. ثم بعد ذلك مجرد أنه أنقلها إلى ووتر باث زين، الووتر باث عبارة عن حمام مائي بماء، حوض بماء ووتر باث نسميه، وهذا الحوض اللي بماء أنا خالي مسيد درجة الحرارة مالت الماء 42 سيليزي، فأدخلها هنا بهذه السرعة زين مدة 90 ثانية، وبعد ذلك مرة ثانية أنقلها للآيس. يعني بعد 90 ثانية أنقلها وين؟ عفوا ماذا أطلعت من الصورة؟ بعد ذلك انقلها وين؟ بالآيس مرة ثانية، يعني هذا خلينا بيها ثلج، خلي اليوتيوب ما تبيها. اللي يصير شنو؟ انه اللي يصير شنو؟ انه انا هذا عندي اليوتيوب مالتي اللي بيها البكتيريا والبلازميد، اللي يصير هاي البكتيريا زين هاي المادة النووية والسيتوبلازم، البلازميد يصير هاي الحالة وين؟ على الغلاف الخارجي أو على العفو الجدار الخارجي زين. المادة الربيديوم كلورايد مثل ما شرحناها راح تأثر على الغلاف الخارجي، لما أنقل من الثلج يعني أنقل البكتيريا من التيوب إلى درجة حرارة 42 سيليزي، راح هاي البلازميدات تدخل مباشرة. هسه شلون الكيفية؟ شرحنا عنه، قلنا إحنا الكيفية مو كلش مفهومة بشكل جيد زين. بعد ذلك أنا هاي التيوبة مالتي اللي هي بيها بكتيريا زائدا ميكسشر خليط ما أدري بلازميد فارغ، يعني قلنا سيلف لايجيت سيلف لايجيت بلازميد، وقلنا مثلا إنه بلازميد كوركت، ومرة ثانية إنه incorrect اللي هو ركب بشكل غير صحيح، هذا اللي يكون الموجودات بهذا الميكسشر زائد بكتيريا. هاي الخطوة اللي أنا سويتها دخلتها بالثلج وكذا شيء، الغرض من عندها إنه أدخل البلازميدات داخل البكتيريا زين. لحد هنا إحنا ما عندنا مشكلة. طيب اللي يصير شنو؟ إنه عندي أول شيء أنا لما سويت بكتيريا زائد ميكسشر الخليط اللي أنا ما أدري هو اللي صار بي، مو كل البلازميدات سواء كانت الكوركت أو الإنكوركت راح تدخل إلى البكتيريا. بعض البكتيريا راح تحوي، يعني بعض البكتيريا راح تكون خلينا نقول هاي أربع أنواع، خلينا نقول مجموعة بكتيريا راندملي، بعض البكتيريا راح تكون حاوية على الكوركت ون البلازميد الكوركت، بعضها تكون حاوية على الإنكوركت، وبعضها تكون حاوي على السيلف لايجيت، يعني هذا السيلف انكوركت وكوركت، فهي بكتيريا وبسطها بلازميدات، وبعض انواع البكتيريا اصلا ما دخلتها بلازميد. الخطوه اللاحقه انه انا شلون اميز هاي البكتيريا من كل هذا المزيج؟ اول شيء اخذ هذا التيوب مالتي، نرجع لهنا، هذا التيوب مالتي راح انميه وين؟ اخذ من عنده مثلا فد كم سي سي، خلينا نقول واحد سي سي، واحد سي سي زين او واحد مول، وانميه على يمن على طبق، وهذا الطبق نيوترنت اجار مثلا حاوي على انتي بايوتيك زين. شكو بكتيريا، شكو بكتيريا الان عندي ما بيها بلازميد ما راح تنمو، ما راح تطلع مستعمرات. ليش؟ لأن هاي البكتيريا ما بيها بلازميد، والبلازميد أضف إلى الجين ماتي اللي أنا ضايفة، حتى وإن كان سيلف لايجيت، حتى لو كان بلازميد خالي، فهو بيب مكان ثاني جين مقاوم للمضاد الحيوي مثل ما شرحت زين، جين مقاوم للمضاد الحيوي مثل ما شرحت لي حضراتكم. فبالتالي شرحت المولي راح تنمولي مستعمرات، مستعمرة هنا مستعمرة هنا مستعمرة هنا مستعمرة هنا، وهكذا تنمولي مجموعة مستعمرات.
كل مستعمرة بها نوع خاص من البلازميد. قد تكون هاي المستعمرة هاي المستعمرة وهاي المستعمرة بها بلازميد والبلازميد بجين مالتي. قد تكون هاي المستعمرة بها بلازميد خالي سيلف لايجيت مثل ما قلنا. قد تكون هذه المستعمرة بها انكوركت بلازميد مو صحيح. قد تكون هذه المستعمرة هذه المستعمرة هذه المستعمرة بها مثلا كوركت مرة ثانية همات. زين، وهذا الكلام اللي أنا شرحته طبعا بالترجمة اللي ترجمتكم. فمجرد أنه حبيت أنه أوضحها أكثر على الورقة حتى تكون جدا واضحة لحضراتكم. الآن عندي السؤال المهم، هو أنه هذه المستعمرات اللي نمت، سواء كانت هذه المستعمرات اللي كلها نمت كلها بها بلازميدات، أريد الآن أني أعزل هذه المستعمرة اللي بها الكوركت بلازميد وأنميها بالوسط مالتي حتى أخليها أنه تنتج لي الجين البروتين اللي مسؤول عنه هذا الجين، مثلا هذا الجين إنسولين، وبالتالي هاي البكتيريا تقوم تنتج لي بروتين الإنسولين أو هرمون الإنسولين. زين، السؤال أنه كيف أميز هاي البكتيريا عن هاي البكتيريا؟ أنا ما أدري يا بكتيريا أصلا بها الكوركت 1 أو الإنكوركت، شلون راح أميز؟ هذا اللي راح نشرحه بعد قليل.